خمسة لقاءات كلها مثيرة، ودي كرة خطيرة وممكن جول 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 جول. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الحلاوة، ويا عيني على التمريرة، ويا عيني على الرغبة، ويا عيني على مهرجان الأهداف. ده البديل جلاس جناوي اللاعب الجزائري، برضو دي ما ترجعش يا جدعان، من لمسة واحدة. بص شوف الحكاية، كل ما يريح بيراميدز يعود للتحليق النسر الأخضر اللي عنده قدرات وإمكانيات، لكن ما أمنش بحظوظه. مرة تانية تمريرة عبقرية، ده نازل يعمل مصنع حلويات الولد الغاني، عمل تمريرتين أسيست على طول بلمسة واحدة. اللاعب جلاس جناوي في أول مشاركة ليه مع النادي المصري الجزائري.